أحييكم من تونس مشاهدينا الكرام. اليوم الأحد هو اليوم الوطني السابع للتلقيح المكثف واستعدادات لتفعيل الإجراءات الخاصة باستعمال جواز استكمال التلقيح. توزيع كميات من الزيت المدعم الأسبوع القادم لتفادي النقص ووضع برنامج تنظيمي لضمان شفافية توزيع المواد الاستهلاكية. أرقام ومعطيات تؤكد أن التونسي لا يقوم بالأنشطة البدنية اللازمة وبحث في صياغة خطط تشاركية تغير سلوك المواطن. السلام عليكم. تنظم وزارة الصحة اليوم يوم تلقيح سابع مفتوح مخصص للبالغين 18 سنة فما فوق، مع إتاحة الفرصة لاختيار المواطنين نوع التلقيح حسب الكميات المتوفرة. وستفتح مراكز التلقيح من 8 صباحا إلى 4 مساء، ويهم التلقيح في هذا اليوم المفتوح الراغبين في تلقي الجرعة الأولى أو الثانية. الجرعة الأولى سيتلقاها المسجلون وغير المسجلين في منظومة إيفاكس، بينما يتلقى الثانية المتخلفون سابقا عن مواعيدهم أو الذين لم يتلقوا إرساليات قصيرة تدعوهم لتلقي الجرعة الثانية شرط مرور شهر على تلقي الجرعة الأولى. في الأثناء يسجل الوضع الوبائي في تونس استقرارا أكدته ممثلة منظمة الصحة العالمية بتونس. تحضيرا لتفعيل الإجراء الخاص بإجبارية الاستظهار بالجواز الصحي لدخول الملاعب والقاعات الرياضية، تم القيام بعملية بيضاء بالقاعة الرياضية برادس بمناسبة مباراة النجم الرادسي ونادي بومهل البساتين في إطار البطولة الوطنية للكرة الطائرة. اصطف عشرات المشجعين اليوم أمام القاعة الرياضية برادس مستظهرين بجواز استكمال التلقيح ضد جائحة كوفيد-19 عبر هواتفهم الجوالة في إجراء غير مألوف، وذلك حتى يتمكنوا من حضور مباراة في الكرة الطائرة جمعت النجم الرادسي وبومهل البساتين ضمن البطولة الوطنية للكرة الطائرة. محضره الباس سانيتير نتاعي وباش نجم ندخل بيه. دخلت السيت ايفاكس.ان، حطيت لي كوردوني نتاعي، الرقم الكود نتاعي اللي بعثوه لي بار ميساج، وكهو من بعديك بعثوا لي، خديت لاتيستاسيون معناها الورقه اللي تثبت لي هي الباس سانيتير نتاعي. جبرتيك على الاخر اللي نجم يخرج ورقه من بيبلينات يخرجها، واللي نجم في التليفون حاجه سهله تدون تكون معاك ديما وتحرك بها خير، وتحمينا الناس الكل خير من اللي نبقى وما نعرفوش شكون ملقح وتبدا خايف من العباد اللي معاك. الإجراءات الجديدة التي تم إقرارها اليوم لدخول قاعة رادس وحضور المباراة تأتي في إطار عملية بيضاء أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الصحة استعدادا لتفعيل الإجراءات الخاصة باستعمال جواز استكمال التلقيح ضد كوفيد-19 خلال المقابلات والتظاهرات الرياضية. لك علاش احنا اليوم موجودين لهنا في قاعة توفيق بوهيما برادس باش نوصلوا العملية البيضاء هذه اللي قاعدة صايرة، باش نوعيوا بها الجماهير والهيكل الرياضي باش يتم استخراج جوازات التلقيح بالنسبة للاعبين بالنسبة للجماهير الرياضية باش تمكنهم من الدخول للفضاءات الرياضية. جواز التلقيح هذية نجبدوه من إيفاكس بوانتين فضاء المواطن، نقاوه هو شهادة التلقيح. الباسبور فاكسينال اللي هو جواز التلقيح فيه معلومات خاصة به اللي هو الاسم واللقب، تاريخ الولادة وتاريخ النفاذ. كي نقولوا تاريخ النفاذ نقولوا حاجتي بالنسبة لجونسون اللي هو جرعة واحدة يكون فاليدي ابخي 28 جوغ 28 يوما من الجرعة الواحدة. للتلقيح اللي تحتوي على جرعتين اللي هما فايزر موديرنا سينوفارم كورونا فاك استرازينيكا 7 أيام بعد الجرعة الثانية. المرسوم المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 من شهر ديسمبر المقبل، في وقت استكمل فيه نحو 4,900,000 تونسي عملية التلقيح. في الشأن الصحي أيضا، تفيد المؤشرات الخاصة بانتشار فيروس كورونا في العالم بأن وتيرة انتقال الفيروس في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في تصاعد ملحوظ، ما دفع بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات وقائية بهدف الحد من انتشار هذا الوباء.
مع تواصل تسجيل أرقام قياسية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا. أوصت السلطات الصحية هناك بتوسيع فئات السكان المؤهلين للحصول على جرعة معززة من اللقاح المضاد لكورونا لتشمل الفئة العمرية من 40 سنة فما فوق. جرعة إضافية نصحت الهيئة العليا الفرنسية للصحة بإعطائها بعد 6 أشهر من الجرعة الأولى، خاصة وأن الدراسات أثبتت فاعليتها في تعزيز المناعة وتحصينها. وأمام ارتفاع وتيرة الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، أعطت السلطات الصحية الأمريكية من جهتها الضوء الأخضر لجرعة ثالثة من لقاح فايزر أو موديرنا لجميع البالغين الذين تلقوا اللقاح بالكامل قبل 6 أشهر على الأقل، وذلك لتأمين حماية مستمرة ضد كوفيد-19 بما يشمل الأعراض الخطيرة وفق الجهات الصحية. وكانت الجرعة المعززة من هذين اللقاحين تقتصر سابقاً على فئات محددة، منها من تزيد أعمارهم عن 65 عاما. وفي النمسا، ومع تسارع انتشار الفيروس، أعادت السلطات الصحية الجمعة فرض حجرا شاملا على جميع السكان، هو الرابع من نوعه على مستوى البلاد، لتكون النمسا بذلك أول بلد أوروبي يعود لاتخاذ إجراءات الإغلاق، هذا إلى جانب فرض إلزامية تلقي اللقاحات اعتبارا من أول فبراير القادم. وعقب قرار النمسا جعل التطعيم إلزاميا، وفي تعليقها على ضرورة أن تكون اللقاحات إلزامية، أفادت منظمة الصحة العالمية أن سياسات التحصين محددة ضمن المجال الوطني، وأن الأمر متروك للبلدان لاتخاذ القرار. تفاديا للنقص المسجل في كميات الزيت النباتي المدعم بعديد نقاط البيع بالبلاد، من المبرمج توزيع 24 ألف طن من هذه المادة مع نهاية الشهر القادم. برنامج تم إعلانه أمس خلال ندوة صحفية لهذا الغرض. بداية من الأسبوع القادم تنطلق وزارة التجارة في توزيع 9,000 طن من الزيت النباتي المدعم في كامل أنحاء البلاد، وذلك وفق مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية حسام الدين التواتي، الذي أكد في ندوة صحفية أن الوزارة ستشدد في إجراءاتها الرقابية لضمان توفير هذه المادة لمستحقيها والتصدي لجميع مظاهر المضاربة والاحتكار. التوزيع هذا باش يكون تحت إشراف مباشر لمصالح وزارة التجارة، الإشراف هذا باش يكون فيه يعني متابعة عن طريق المنظومات الرقمية المعمول بها في المجال هذا، كل يعني لتر متاع زيت نباتي باش يقع متابعته منذ خروجه معناه من الديوان الوطني للزيت وصولا لوحدات التعليم ثم لتجار الجملة والتفصيل فإلى المستهلك. تقريبا فما 15,000 طن أيضا باش يقع معناه توفيرها وضخها في السوق تباعا خلال شهر ديسمبر. وبالتنسيق مع جميع الهياكل المتدخلة في السوق، وضعت وزارة التجارة برنامجا تنظيميا لتحقيق شفافية توزيع المواد الاستهلاكية وضمان توفيرها في الأسواق خلال الأشهر القادمة، وذلك بعد تسجيل نقصا في بعض المواد. أغلب أصناف الخضار اللي تراجعت بين 6 و36% مقارنة مع شهر أكتوبر الفارط، الغلال كيف أغلب الأصناف تراجعوا بين 1 و11%، كيف لحوم الدواجن يعني والبيض اللي تراجعوا بين 4 و6%. استعدادات انطلقنا فيها بصفة مبكرة، لأنه كما تعرفوا معنا شهر رمضان باش يكون إن شاء الله في شهر أفريل القادم، من تو يعني قاعدين نضمنوا في التزويد بكل المنتوجات من البيض، من منتجات الدواجن، من الخضر والغلال، هكاك باش ما يقعش النقص وقت اللي يتوفر المنتوج يعني على الأقل نحده أكثر ما يمكن من ظاهرة الاحتكار. كما تعمل وزارة التجارة مع عدد من منظمات المجتمع المدني على ضمان انتظامية التزويد والتحكم في الأسعار، خاصة بعد ضبط العديد من التجاوزات خلال فترة تنفيذ برنامج عملها الرقابي الذي انطلق في 15 أكتوبر الماضي. أكثر من 10,500 مخالفة يعني تم ضبطها، تم إحباط العديد من العمليات متاع الاحتكار، عملية تلاعب متاع المواد المدعمة، 1800 طن من الخضر والغلال ذوما تم حجزهم كانوا موجهين إلى المضاربة، تمت إعادة ضخهم في المسالك القانونية، وهذا اللي أعطانا استقرار في العرض في الأسواق المنظمة، والأسعار تكونت يعني بصفة طبيعية، وهم ما مكننا باش نخفضوا في الأسعار هذه ونتحكموا في مستوياتها. سنراقب وسنواصل العمل متاعنا، ننسق مع كل هيكل الوزارة ونقترح من أفكار جديدة من أجل بلوغ نفس الهدف اللي هو يعني مراعاة الطاقة الشرائية للمواطن. في ظل الاحتكار وارتفاع الأسعار نحن ندي بحاجة واحدة، هي تطبيق القانون ضد المضاربة
وهنا المستهلك عندنا منصة كاملة شركائنا مع وزارة التجارة لإنصات المستهلك لتبليغ صوته ولضمان وفرة المنتوجات الاستهلاكية والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك. تعتزم وزارة التجارة القيام بإصلاحات تشريعية تنظم مسالك التوزيع وتتصدى لجميع مظاهر المضاربة والاحتكار. عربيا الآن وتحديدا في ليبيا، حيث قدم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المتمركز بشرق البلاد رسميا أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في 24 من ديسمبر القادم، رغم أن هذا الموعد ليس ثابتا بعد في ظل خلافات الفرقاء بخصوص القواعد الدستورية. خلال ندوة صحفية بمدينة الثقافة بتونس العاصمة، تمت الإشارة إلى وصف التونسي بالخمول، لأن أكثر من 80% من التونسيين لا يمارسون الرياضة بل ويعانون من مخلفات الخمول. وقد تم في هذه الندوة التشديد على أهمية مزاولة النشاط الرياضي باستمرار لما له من أثر جيد على صحة النفس والجسم. 3/4 التونسيين لا يمارسون النشاط الرياضي، وهو معطى إحصائيا ينجر عنه توصيف قد يبدو سلبيا في بعض الأدبيات، إذ هو الخمول الذي يوصف به التونسي مع قلة الحركة البدنية، والذي بات يؤرق الجميع، وخاصة أن هذه النسبة تجاوزت عتبة 80%، وما يعني ذلك من سلبيات متعددة الأوجه تستهدف الطاقة الجسدية والمادية على حد سواء. سبور هو يعني حاجة باهية للعقل وللبدن ولكل شيء. هو الأساس في حياتنا. يجي ومشي ومشي ومشي، بنقصركم حربوشة، بنقصركم مرض. ولأن ممارسة الرياضة بجميع أنواعها ذات أهمية قصوى، فإن الدعوة تكثفت من جميع الأطراف، وطنية كانت أو منظمات عالمية، من أجل دعم الممارسة الرياضية وخلق فضاءات عن طريق مؤسسات الدولة. فكانت ندوة اليوم في مدينة الثقافة تؤشر لذلك وتنساق في هذه الأبعاد الكونية من أجل تجاوز إشكالية خمول التونسي، هدفها صحة أوفر وحياة أطول. إنشاء المدن الصحية بما يعني ذلك الشراكة مع البلديات والمجتمع المحلي لإنشاء أماكن للحركة البدنية وأماكن للقاء الصحي والتثقيف الصحي. نساهموا بجزء بسيط، لأنه دورنا كمجتمع مدني نعرض جهود الدولة ونساهموا في حماية المجتمع. فالاستراتيجيات والخطط المتبعة تتطلب توحيد الجهود من أجل مجتمع أفضل صحيا ونفسيا وسلوكيا، فإن التشارك باتت وسيلة في صياغة مختلف البرامج بين مختلف الأطراف المتدخلة. رسم مدرسة في الرياضة، تعميم الرياضة في المنشآت الثقافية، ونحن بالملتقى هذا هو باش يكون بداية للتعاون بين كل الوزارات. والهدف نتاعها التشجيع على النشاط البدني، وهذا ما ينجم يكون إلا من خلال تشجيع هذا على مستوى وليداتنا في كل المستويات وخاصة في المدارس. هي المجهودات التي تحاول أن تؤسس لثقافة جديدة، أن تتجاوز هذه الهينات التي تبرز في المجتمع التونسي من وقت لآخر، وذلك بتفعيل مبدأ التشاركية في وضع الخطط من أجل مجتمع أقوى بدنيا وأفضل جسديا ونفسيا وعقليا. فالعقل السليم في الجسم السليم. بهذا إذن نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، وأذكركم بعناوين أبرز ما جاء فيها. اليوم الأحد هو اليوم الوطني السابع للتلقيح المكثف، واستعدادات لتفعيل الإجراءات الخاصة باستعمال جواز استكمال التلقيح. توزيع كميات من الزيت المدعم الأسبوع القادم لتفادي النقص، ووضع برنامج تنظيمي لضمان شفافية توزيع المواد الاستهلاكية. أرقام ومعطيات تؤكد أن التونسي لا يقوم بالأنشطة البدنية اللازمة، وبحث في صياغة خطط تشاركية تغير سلوك المواطن. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.